والله وليك وحشه يا مجدي. نخش في الموضوع على طول يا بوس. نبدا الشغل. في راجل اعمال هينزل من سفره كمان ساعتين يا مجدي. ساعتين؟ ملحوق معاه الماظ. الالماظ ده انا عايزه في 24 ساعه مطلوب منك. طب والتكامان نص موجود كام؟ مش هنختلف 20%. مش قليل ده يا بوس. 30 عشان مجدي يا حبيبي. تمام، في خلال 24 ساعه هيكون الحاجه عندك. اتمنى ده. تمام تمام، اشوف وشك بخير يا بوس. ايه يا معلم؟ ايه يا مجد؟ عملت ايه في الصفقة؟ والله الغزالة لمعت في عيني كده فقلت اخدها. لو عايزها 30 مليون اخضر. 30 مليون اخضر ايه يا روح امك؟ وايه اللي لمع عينك؟ انا عينك دي انا هعملها لك وانا هعرف اجيبك. سلام. الحاجة فين؟ فين يا باشا؟ باشا. الو، الحاجة اللي انت بتدور عليها معايا. انت مين يا بابا؟ مش مهم تعرف مين، المهم تحضرلي 30 مليون اخضر. 30 ايه؟ 30 مليون اخضر. وقابلك فين؟ العنوان هبعتولك في رسالة وتيجي لوحدك. ماشي. منور يا باشا. انت دخلت هنا ازاي؟ عيب عليك ميزه. الحاجه فين؟ الحاجه موجوده بس فين الفلوس؟ الفلوس موجوده. طيب والحاجه في الحجز والسوق. بس انا عايز اقول لك حاجه. قول يا باشا. بعد ما انا عملتك وخليتك بني ادم بتتنطط عليا انا؟ اه صح. بقول لك ايه، مش موضوعنا. الباب دلوقتي هيخبط. قوم افتح يا باشا. انت مجنون. عيب عليك. ايه ده؟ ده انتوا الاتنين متفقين مع بعض بقى. عيب عليك يا باشا. تعالى تعالى اتفضل. انا مش فاهم حاجه، ايه الحكايه؟ حاجه فين يا مجدي؟ حاجه في الحجز والسوق. حاجه ايه؟ الحاجه دي تخصني انا. الحاجه تخص الراجل ده والراجل فلوسه جاهزه. انت فلوسك جاهزه؟ انا فلوسي جاهزه. خلاص شيل. يشيل ازاي والفلوس اهي؟ خلاص يا باشا وريني كده الفلوس. مظبوط، 30 مليون اخضر على عيون. اخش اجيب لك الحاجه، كل واحد يروح لحاله. حلمي انا مش فاهم حاجه. ولا انا فاهم حاجه. الحاجه اهي يا باشا. الحاجه اهي. حاجه ايه؟ الحاجه دي انا هاخدها. الحاجه دي تخصنا. لا الحاجه دي تخصنا. تخص مين؟ طيب الحاجه تخصكم انتوا الاثنين وعايزينها صح. الحاجه دي